صحيح أن الاختبار هو اختبار صعب بالنسبة لحركة طالبان وبالنسبة للمجتمع الدولي عامة، لكن بالنسبة على الأقل للموقف الأوروبي لا يمكن أن نصفه بأنه موقف صادق 100% تجاه ما يحصل حاليا في أفغانستان، ولكن كان هو انطلاقا مما حصل من خذلان من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وحتى بريطانيا. ربما موقفهما كان موقف اعتراف ضمني بوجود حركة طالبان في حكم أفغانستان، وليست هناك أي أوراق ربما سياسية أو حتى عسكرية بالنسبة للطرف الأوروبي كي يكون له موطئ قدم في أفغانستان. فلذلك هو وضع مجموعة من الشروط التي تبدو بالنسبة لمنهاج وبالنسبة كذلك لمنظور حركة طالبان ومسارها التاريخي أنها شروط تعجيزية بالنسبة لهذه الحركة. يبقى في نفس الوقت ربما الهاجس الأوروبي الحقيقي هو مرتبط بنقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي مسألة مكافحة الإرهاب وأن أو خطر أن تتحول أفغانستان إلى ساحة لتدريب وتطوير آليات الإرهاب بعلاقة طالبان مع مختلف الجماعات الإسلامية المتشددة وعلى رأسها الدولة الإسلامية، خاصة أن المؤشرات الأولى التي حصلت من الإفراج عن بعض معتقلي الدولة الإسلامية في قاعدة باكرام في أفغانستان كانت مؤشرات خطيرة. ثم النقطة الثانية هي مسألة الهجرة واللجوء، وهذه نقطة ما زالت تناقش اليوم داخل أروقة الاتحاد الأوروبي. هناك بعض الدول التي كانت قد قررت منع اللجوء أمام الجاليات الأفغانية من بينها فرنسا، بعض الدول الأخرى ما زالت تفتح هذا المجال. هناك تحدي بالنسبة حتى للدول الإقليمية، يعني عندما نسمع أن إيران لديها مثلا 3.4 مليون لاجئ أفغاني، باكستان لديها 2 مليون لاجئ أفغاني، تركيا تقريبا نصف مليون. الاتحاد الأوروبي خلال الخمس سنوات السابقة استقبل أكثر من نصف مليون لاجئ أفغاني، وربما التخوف هو أن تتحول ورقة اللجوء إلى ورقة سياسية ضاغطة يتم استعمالها من طرف تركيا ومن طرف إيران للحصول على مكاسب من طرف الاتحاد نعم الأوروبي. دكتور هذه هي النقطة الرئيسية أو توجه بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، لكن لا أظن على أن دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها فرنسا التي رأت في هذا الملف ربما نقطة للعودة إلى منطقة آسيا أو الوسطى، أن ليس لديها خطوط نعم سياسية يونس. أكبر مما حصل لغاية الساعة، يعني من تعبيرات والمواقف تبدو نعم. على الأقل خطابية أكثر منها تنفيذية. نعم، فيما يتعلق بالموقف التركي أستاذ فراس، يعني كيف نقرأ تريث الموقف التركي من طالبان وعدم يعني وضع أنقرة أي شروط مسبقة كدول أوروبا أو الولايات المتحدة للتعامل مع الحركة؟ نعم، بعد تحية طيبة لك ولضيوف الكرام. هناك اختلاف في أمور متعددة، الموقع الجغرافي والجيوسياسي وحتى القراءة الاستراتيجية تختلف جدا، ولذلك لن يكون المشهد أو الإعلام التركي أو الإعلان عما هو تريده كما هو الحال كما في بعض الدول. تركيا مجاورة يعني إلى إيران والتي تأتي منها أفغانستان، لديها علاقات تاريخية أيضا في المسألة الأفغانية، لديها أيضا قراءة مختلفة جدا عما هو عليه في دول الاتحاد الأوروبي، أيضا حتى عن الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت معها في مسألة الناتو. أيضا لا ننسى أن ليست فقط دول متحكمة يعني الولايات المتحدة الأمريكية، هناك دول جوار لديها مصالح في أفغانستان تتضارب أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا باكستان مثلا. لذلك المشهد الآن في أفغانستان مختلف تماما. أيضا يجب أن نكون واقعيين أكثر، المجتمع الأفغاني مختلف عما هو في دول أخرى، عشائري ربما لديه يعني لنقل أكثر انغلاقا أو تدينا أو أي شيء ممكن أن نذكره. هذه نقطة يجب الاعتراف بها، ولذلك تركيا ترى أن طالبان جزء قوي ومهم جدا في الداخل الأفغاني لا يمكن إنكاره، ولذلك كل من يحاول إنكار هذا القسم الكبير يضحك على نفسه في حقيقة الأمر. وأخيرا طبعا التأثير التركي ربما سيكون أكثر فاعلية وأقوى مما هو عليه ربما دول أوروبا، ليس لديها ذلك الفاعلية. هناك دول متعددة قوية التأثير، باكستان ربما نعم لكن لن نتكلم عنها الآن، روسيا لديها مخاوف ولديها لذلك بعض التأثيرات، إيران والصين. لذلك أظن الولايات المتحدة الأمريكية التي تتفاوض مع طالبان وبشكل علني وصريح، وهي التي تريد أظن بقائها في أفغانستان. لكن هنا النقطة الأخيرة وهي المهمة جدا، هل يعني أفغانستان إلى طريقين،
إما الاستقرار أي دعم طالبان وبعض الشروط لتطبيقها، وهذا ما تسعى إليه تركيا مع المجتمع الدولي لكن بطريقة واقعية وليس بفرض الشروط الخيالية ممكن أن نقول، لأن لا أحد يستطيع أن يفرض أيضا شروطا بعد الانسحاب الأمريكي. وأيضا النقطة الثانية السيناريو الثاني كما تفضل الضيف كابول وذن الحرب الأهلية، وهذا خطير جدا، يعني نعم إذا استمرت هذه الحرب سيكون هناك مهاجرون، سيكون هناك استنزاف، وهذا نعم سيكون خطير بالنسبة لتركيا. نعم، عودة إليك أستاذ نظر، يعني حينما تقول طالبان إنها تفكر في دمج عسكريين السابقين، هل هذه يعني إشارة تطمين منها أم أن هذا يعكس توجها مختلفا عن فترة حكمها السابقة؟ نعم، الحركة تفكر أنها استولت على معظم أراضي أفغانستان ومنها العاصمة كابول، وأيضا يعني الحركة تحاول أن تطمن الشخصيات والشارع الأفغاني والشخصيات والأحزاب وزعماء الأحزاب السياسية أنهم سوف يتم مشاركتهم في ضمن حكومة تتشكل في الأيام القادمة ويرضي الجميع. طبعا حسب ما يقولون أنهم رغم النضج السياسي الموجود طوال أكثر من 20 عاما من النضال، ولكن هناك نقص في الكوادر. لا يمكن أن تحكم الحركة أفغانستان دون وجود كوادر تم تدريبها خلال 20 عاما، فهذه الكوادر معظمها قد غادرت أفغانستان، وهذه خسارة بشرية كبيرة يتفهمها الحركة. فعلى ما أعتقد العفو العام جاء في هذا السياق من قبل الحركة، وطبعا لا يمكن يعني هم يؤكدون على الأقل أنهم يتشاورون مع زعماء القبائل مع زعماء الأحزاب وأيضا شخصيات وطنية، ومن ضمنهم رئيس الجمهورية السابق السيد حامد كارزاي وأيضا الدكتور عبد الله عبد الله وعدد من زعماء آخرون. يعني حتى الآن هم يعتقدون بتشكيل حكومة يشمل الجميع، ولكن الأيام القادمة سوف يعني في الأيام القادمة نفهم شكل الحكومة. ما زالت شكل الحكومة يشوبها الغموض. طبعا نحن نعلم أن الحركة تعتقد بأنها قد استولت على معظم الأراضي ما سوى ولاية بنشير، فربما يتم مشاركة الآخرون يعني بمستويات أقل منهم. فيعني الظروف هكذا يعني يبدو في البلد.